فن النار أو نفخ النار يعني هو صحيح خطير جدا، ولكن إحنا برضو من خلال هذا المغامرة والمخاطرة ممكن نوصل رسالتنا للخارج، لأنه صراحة في النار اللي أنتم بتشوفوها بتطلع من التم هذه أو منا يعني بقلب كل واحد في غزة، يعني نار أكبر منها من خلال اللي صار فينا والعدوان اللي فينا. احنا هنا جايين هذا النوع من انواع الفن بسموه اللي هو الالعاب البهلوانيه او الخفه، فاحنا في كل مره بيصير في عدوان على قطاع غزه بنوصل رسالتنا من خلال الجمباز والباركور، لكن حبينا هذه المره انه ننوع هذا الفن من خلال نفخ النار اللي انتم بتشوفوه.